صباح الخير مشاهدينا، بنلتقى اليوم مثل كل يوم بفكرة جديدة من أوروسكوب. فكيف ممكن تكون حالة أبراجنا لليوم؟ رح نبلش مع برج الحمل. كل شيء شغل لك هيدي الفترة هو حل لمشكلة مادية وقعت فيها بطرق كتير كانت غلط، لأنك أخذت قرارات بالمشاريع يلي استلمتها بمكان عملك بطريقة خاطئة. ركز على شغلك أكثر ورح تنجح أنك تطلع المشاكل المادية يلي إلك فترة وقع فيها. أما عاطفيا، الشريك متفهم المرحلة اللي عم تقطع فيها وعم بحاول قد ما فيه انه يدعمك معنويا. اما الثور، الحظ مرافقك هيدي الفتره، كل مشاريعك اللي صار لك فتره عم تخطط لها رح تتكلل بالنجاح، فاستفيد من هيدي المرحله وما تتردد وقوي قلبك وبلش فتش عن شريك لاحد مشاريعك. اما بالحب، فالحبيب عم يتضايق من بعدك عنه، فحاول انك تشاركه بمسؤولياتك، هيك بيفهم اكثر الوضع يلي عم تقطع فيه. الجوزاء، بلش التعب يبين عليك بعد المجهود الكبير يلي عملته بالفترة الماضية، رغم انك كنت مبسوط بالمسؤوليات يلي عم تقوم فيها. بتتلقى اتصال من الحبيب السابق بخليك موتر وبرجعك للماضي وذكرياته. بنوصل للسرطان، شخصيتك عم تقوى بسبب الدعم يلي قدمت لك يا العيلة، إن كان معنوي أو مادي. بعد ما كنت قاطع بمشكلة أثرت عليك نفسيا، ما تهمل مظهرك وجسمك وحافظ على لياقتك البدنية، فهالتفاصيل بتعطي الانطباع الأول عن الشخص. أما رقم حظك لليوم 15. منكمل مع الأسد، ممكن تلغي موعد بالشغل كنت حاطط عليه أمال كتيرة بسبب أمر طارئ بجد عليك، وهيدا الشيء ممكن يفقسك ويفقس لك كل نهارك ويخليك مزعوج. حاول أنك تموه عن حالك بلقاء مع الأصحاب وما تفكر كتير بالموضوع، فيمكن يلي صار رح يكون لخيرك بالمستقبل. أما عاطفيا، أنت مش مرتاح بالعلاقة الجديدة، بس مش عم تعرف كيف توصل الرسالة للشريك بلا ما تضايقه. ننتقل لبرج العذراء، خلي عندك الحماس تتعرف على الناس جداد حتى لو ما عندك مصالح مشتركة معهم، فيمكن يوم من الأيام تعوزهم لاستشارة أو لخدوة معينة. أما عاطفيا، ما تخلي الغيرة تسيطر على علاقتك بالشريك وتعميلك قلبك، روق وفكر بطريقة منطقية قبل ما تتصرف أي تصرف وتندم عليه بالمستقبل. مننتقل للميزان، الشخصية القوية يلي عندك إياها بتوحي بالقساوه، وهيدا الشيء بخلي يلي بيتعرفوا عليك ياخدوا فكرة غلط عنك وبالتالي بيتجاهلوك. أما عاطفيا، جاذبيتك بتسحر الجنس الآخر وبتخليك محط إعجاب الكتار. أما صحيا، ما تهمل الأوجاع البسيطة يلي عم تحس فيها، استشير طبيبك لتريح رأسك. نوصل لبرج العقرب، بتستعد لتبلش شغل جديد أو بتترقى لمنصب جديد ضمن شغلك الحالي كمكافأة لك، فالنشاط والحماس اللي عندك ياهم خلوك محط ثقة المسؤولين عنك. أما بالحب يا عزيز العقرب، ما تخلي المشاعر والعاطفة تتغلب على العقل، فقوي قلبك وخذ القرار يلي بتلاقيه مناسب لمصلحتك. مننتقل لبرج القوس، عبالك تعمل تغيير كلي بحياتك، فانت زهقت من الروتين اليومي يلي عم بحسسك بملل، بس منك عارف كيف ومن وين تبلش. فبنصحك تاخذ كاول مرحله فتره نقاهه تجمع فيها افكارك، وعلى اساسها بتبلش بالتعديلات والتغييرات. مننتقل لبرج الجدي، التوتر يلي عم تحس فيه بشغلك هو بسبب بعض الاتهامات بأخطاء عم بحاولوا ينسبوها لإلك، لكن بسبب ذكائك وحنكتك بتقدر تظهر من الموضوع وتبرهن وتثبت للكل براءتك. أما برج الدلو، الطاقة يلي عندك إياها عم تعرف تستثمرها بالمحل الصح، وعم تنهي كل مشاريعك العلقانة ويلي ما كانت عم تلاقي لها حلل. صحيا، أنت بحاجة للنوم والراحة، فما تهمل هيدا الشيء لأنه ممكن يأثر على تركيزك. أما رقم حظك لليوم 3. وأخيرا مع برج الحوت، الحل العاطفي يلي عم تعيشها بالوقت الحالي عم تعطيك دعم بحياتك العملية، وخصوصي إنه هيدي الفترة عم تقطع عليك بضغط كتير كبير. أما صحيا، حالة أحد أفراد عائلتك عم تشغل لك بالك، فحاول إنك تروق أعصابك لتعرف كيف لازم تتصرف. مولود برج اليوم بدنا نعيد دورة مليون نهار مليء بالقصص الإيجابية، هو إنسان صديق بكل ما للكلمة من معنى، موضوعي وحقاوي كتير وما بيعرف يزيح عن الخط، فالصراحة وأول الحقيقة بالنسبة له من الأساسيات لتكوين علاقات ناجحة. بحب السفر واكتشاف المناطق الأثرية، كما أنه بحب يعيش مغامرات جديدة. أصدقائي، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم. أنا حب أذكركم إذا حابين تتواصلوا معنا عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com، وعندكم أي سؤال بخص برجكم أو عالم الفلك نحن رح نجاوبكم، ونلاقيكم بكرة بفكرة جديدة ومعلومات جديدة من أوروسكوب.